الطموح حال، الطموح حال. أول قصة حب تنشأ بين إنسان وشنطة. محدش عارف الخير فين. ولا الخير عارف إحنا فين. ابعت لي لوكيشن. وبعدين أنت بتشك فيا؟ ده أنا الحب والمب والأسد والدب. لن نسكت أبدا يا صاح، لأننا في القاع بالفعل. السلام عليكم. أحمد، في كل بيت لازم تلاقي واحد اسمه أحمد. في كل عيلة لازم تلاقي واحد قريبك اسمه أحمد. مفيش في البيت تلاقي واحد قريبك، ابن خالتك، ابن عمك، صاحبك. المهم ان اسم أحمد منتشر. تعالوا بقى نعرف معنى اسم أحمد ده. هو اسم عربي على صيغة أفضل التفضيل، مشتق من الحمد، يعني هو الأكثر حمدا. زائد ان هو ورد في القرآن وأحد أسماء النبي عليه الصلاة والسلام. من صفاته بقى بيخلي الجو حلو لذيذ، قلبه طيب وبيسامح في حقه بسرعة، بيغضب بسرعة وبيسامح برضه بسرعة، حساس جدا وأي حاجة بتأثر فيه ومش بتاع بنات، بيفكر كتير. حياته الزوجية بتبقى دايما موفقة لأنه كده مصمم، وبيصمم على اللي هو عايزه وبيفضل مصمم لحد ما يوصل. يعني عشان خاطر عملت معانا واجب قلت لنا كل شوية في الحركة. حاسب التاكسي. تجاه التاكسي؟ حسبه. انت جايب تاكسي دين؟ انا شكلي محظوظة بقى وجيت في الوقت المناسب عشان اشوف السوبر هيرو بتاعي. انقذت الولد وبعدها انقذتني ودفعت التاكسي. مش عارفة ليه نفسي احضنك. روان ما في المنطقة روحي. انت يا اخي عمرك ما تتغير. كان ربنا بعتني النهارده عشان اتاكد ان انا كنت غبيه وحمارة زمان. الله عليك يا فخر المنطقه. ومؤاخذه يا استاذ سفينه، ومؤاخذه عندنا اخواتك الصغيرين. معلش كلمني علينا المنطقه كلها. ينفع كده؟ عادي، ما انا شكلي كده هاجي عايش هنا. ابقى شوف لي كده مكان حلو. اسمع عندي نقطه مره حلوه. يقول لك يقول لك في ضلعة ما جت عند بيع ايس كريم. يوم عندك سكريم بالايه بالخيزران ولا بلاش بالملخيه. قلت لها قال لها قلت لها جت ثاني يوم قال لها جت قلت لها جاء اخر يوم قلت لها يا مؤاخذه سامحني سامحك تدوس على رقبتي تدوس على اغلى جزمه عند الخواجه. بس يا سيدي انا شايف بقى ان الناس اللي بتحقد على محمد رمضان دي ناس حقوده وغلاويه. والله العظيم ناس حقوده بجد يعني. فهو راجل ناجح وكلنا عارفين كده وكلنا عارفين كده، بس ودي حقيقه. انما بالنسبه للفلوس اللي عنده دي رزقته من عند ربنا، ما تبصلوش فيها يا اخي. وفي ناس بتطلع تتكلم، واحد زي الاستاذ عمرو اديب والجماعه اللي بتطلع تتكلم، ما انتوا معاكم فلوس برضه، انتوا معاكم فلوس وكتير. بس الفرق اللي بينك وبينه ان انت بتكنز وتعيد. انما هو الراجل بيصرف وباقي. انت بتصرف في الدره هو بيصرف في العلا عادي يعني. فلوسه هو حر. اما ان انت تختلف معاه كان من وجهه نظر يعني، فقعد براحتك. في برضو مشهد اللي هو بتاع ظهور اسماعيل ياسين. السكته دي حتى متنيل شاكك انه قل لي لا وريحني. احمد داش واحمد مالك مسلسل نسل الاغراب. المشهد ده الناس كتيره طلعت اتريقت عليه وقالت ده مش احنا ما بنتكلمش كده، احنا ما بنعملش كده من اخواننا الصعيد. انت يعني اللي وجعك اللهجه. انت يعني كل اللي وجعك في الموضوع ان احمد داش ما بيعرفش يتكلم، ولا احمد مالك بيتكلموا طري يعني ما بيتكلموش صعيدي كويس.
يعني انت القصه بتاع المسلسل نفسها عجباك؟ حلوه ان شخص واحد يقهر بلد باكملها ويدوس اللي بيتكلم بالجزمه ويقتلهم ويحطهم للاسود انت يا ابني انتوا دماغكم فيها حاجه يا ابني، انتوا دماغكم فيها حاجه. ده مسلسل اسمعوا خلاص، ما توقفوش سوق الناس، ما تبصوش للناس في رزقها عادي. وبعدين انت كلامك لا هيأصل لا هيود ولا هيجي، فاهم ازاي؟ فانت اللهجة عادي اسمع، دول شباب لسه بتبتدي حياتها، دول شباب لسه بتبتدي حياتهم، او مسلسل زي اي مسلسل. لا مؤاخذة سامحني، سامحك شو تدوس على رقبتي، تدوس على اغلى. النجم محمد رمضان، الفيديو قصير قوي فانا هحاول اختصر الكلام علشان ايه. محمد رمضان نجم كبير جدا جدا، يعتبر اهم نجم دلوقتي في مصر. فانت مختلف معاه فكريا فدي حاجه تخصك، انا مختلف معاه في بعض الحاجات تمام، فدي حاجة بس دي حاجه شخصيه يعني. انما كراجل ممثل رائع ملوش حل تمام، راجل بيعمل الدور وبيطلعك مقتنع ان هو الشخصيه دي مش محمد رمضان. إيه الناس بقى اللي بتحقد عليه وبتبص له في رزقه وفي فلوسه وفي الحاجات اللي عنده دي؟ انا راجل معايا فلوس، ما اجيبش عربيات ليه؟ اجيب عربيات واجيب طيارات واجيب موتوسيكلات. انا همتع نفسي، انا همتع نفسي امتى؟ لو ما متعتش نفسي في شبابي همتع نفسي امتى؟ انت فاهم ازاي؟ اي حد كان معاه، اي حد معاه فلوس وما بيمتعش نفسه يبقى راجل معفن، يبقى راجل مايح، راجل بخيل تمام. هو الراجل انا شايف كده، انت مختلف معاه فكريا انت حر، بس ما سيشهد التاريخ بان فتره شبابنا كلها خيبه امل وكلها ازمات، واننا الجيل الوحيد اللي ما ظنش ان هو هيقول ليت الشباب يعودوا يوما. وانا صغير امي كانت دايما بتمنعني من السهر، كانت دايما تزعق معايا يعني كنت بسهر كتير، وكانها كانت عارفه، كانت حاسه ان لما اكبر مش هعرف انام. القريب قالوا اقتلوا يوسف، اما الغريب قال اكرمه مثواه. الحب رزق، وانت ما تعرفش في اي قلب رزقك، رزقك في انهي قلب. والنبي عليه الصلاه والسلام قال عن خديجه اني قد رزقت حبها. ربنا يرزقك بقلب نضيف يحبك يا صاحبي عشان انت تستاهل. كل الاحمدات خاينين وكل الاحمدات نسوانجيه، لا حدا يقرب على يا جدعان. بقى يا جدعان هو في ايه؟ وكل واحده كل شويه واحده تطلع تقول احمد بتاع بنات، احمد بتاع بنات. هو انتوا يا جدعان بتظلمونا وخلاص؟ هي الاشاعات دي مش عايزه تروح ابدا، حرام عليكم بقى. الو، هي سوس؟ هي يا حبيبي. انا بتاع بنات؟ اقصى عليك. طب انا مشيت مع حد غيرك؟ انا ما اعرفش غيرك، انا ما انا اعرف حد تاني غيرك يا حبيبتي. تسلمي لي الله يخليك. هي يا حبيبي ازيك يا شوش عامله ايه؟ انا اعرف حد غيرك؟ اقصى عليك. بيقول احمد بتاع بنات، اشاعات اشاعات ماليه البلد، هنعمل ايه؟ الو ازيك يا فيف عامله ايه؟ اخبارك؟ وحشتيني. طب انت عارفه ان انا، انت عارفه ان انا بتاع بنات؟ هو الفيديو انتشر، انا اعمل ايه؟ احمد، انا احمد اود، انا بتاع بنات، انا اعرف حد غيرك؟ طيب شفت اشاعات اشاعات ماليه البلد، هنعمل ايه؟ اشاعات ماليه البلد، ما تصدقوش اي حد. اوف الجرأة حلوة، الجرأة حلوة مفيش كلام. بس زي ما سيد شبه الله يرحمه ما كان بيقول، يا روح ما بعدك روح، يا ما راح زيك كده واجدع منك. كان في شاب صيني محترف في لعبة الباركور ومات الله يرحمه، ان كان مسلم بقى ولا مش مسلم الله يرحمه. وشاب مصري نفس الحكاية برضه. ليه يا ابني ليه المجازفة؟ انا زمان كنت بلعب باركور، اما كنت بتمرن كونغ فو ولعبت شويه كيك بوكس، فكنا بنتمرنها مع بعضنا كده، بس كنا بننط من فوق سور. البيت بتاعنا يعني السور بتاعه عالي شويه، كنا بننط منه البلكونه، تفهم ازاي؟ كل الموضوع 6 7 8 متر بالكتير قوي، مش موت يعني، هتبقى في اصابه بس مش موت. انا مش ضدها خالص، بس ضد ان في اطفال بتشوفك وممكن تقلدك. لازم يكون في وسيله امان للعبة دي، لازم يكون في وسيلة امان. انا مش ضدها خالص، انا عارف ان المجازفة حلوة. حلو هو ايه ده؟ ها؟ يا رب ما يكونش اللي في بالي، يا رب.